السيد مالك الشريف الكاتب الصحفي الليبي. تحياتي لك سيد مالك. أهلا بك سيد مالك، كيف تتابع العمليات العسكرية المتواصلة الناجحة الحقيقة في ليبيا؟ يعني حقيقة ربما أصبحت الفترة الماضية وحتى صباح اليوم ربما العمليات انتقلت من القوات البرية والتحرك نحو طرابلس، انتقلت الحرب إلى القوات الجوية وهي التي ربما تنفذ أكثر من 10 طلعات أو 15 طلعة في خلال هذه الأيام الماضية لاستهداف سميتية عسكرية وقاعدة مصراتة جوية وهي كلية جوية التي تستخدم في طيران العدو الذي يستهدف بعض تمركزات القوات المسلحة في تخوم مدينة طرابلس. حقيقة يعني نعول كثيرا على تقدم القوات المسلحة بريا بعد خطاء جوي كان ناجح وكان ممتاز جدا، نجحت فيه القوات المسلحة وبسطت سيطرتها على كامل الأجواء الليبية بعد تدمير هذه الطيران المسيرة التابعة للعدو والتابعة للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس والممولة من المجلس الرئاسي التابع لفايز السراج ومجموعاته التي تحتكم الى مدينه طرابلس. نعم. لكن حقيقه يعني التقدمات هي تقدمات واضحه على الارض، ايضا هناك عمليات اخرى من قبل القوات سواء كانت البريه او حتى الجويه في تخوم مدينه سرت، وهي للاسف يعني كنا نتمنى تجنيب مدينه سرت هذه الحرب التي اقحمتها فيها مجموعات متطرفه من مدينه مصراته وغيرها من المدن الاخرى، وهو يعني الغرض من تجمع هذه المجموعات في مدينة سرت هو ربما كان هناك تخطيط لهجوم على قاعدة شفرة عسكرية وهي ربما قريبة من مدينة سرت أو أقرب نقطة لها هي مدينة سرت، ولكن بفضل الله أولا وبفضل القوات المسلحة سواء الجوية والبرية تم إحباط هذا المخطط. أيضا هناك كانت مخططات أخرى لتنفيذ عمليات داخل منطقة الهلال النفطي، ولكن حقيقة أيضا نثني على دور قوات وزارة الداخلية وهي التي تؤمن ظهر القوات المسلحة في تأمين مرافق النفط، مرافق صناعات الغاز وغيرها، مرافق حيوية أخرى في شرق البلاد وحتى في وسط البلاد. نعم سيد مالك، نحن نتحدث عن 26 طائرة مسيرة تركية أسقطها الجيش الوطني، إذا إلى أي مدى يسهم إسقاط هذه الطائرات التركية المسيرة في إنجاح عملية تطهير ليبيا؟ يعني حقيقة هو ربما يعني استهداف هذه الطائرات التابعة للعدو التركي والعدو الموجود في مدينة طرابلس وهي مجموعات متطرفة كالقاعدة وإخوان المسلمين وغيرها، ولكن يعني استهداف هذه الطائرات هو سيعزز من دخول القوات المسلحة لمدينة طرابلس ميدانا صفو المجموعات المسلحة في هذه المدينة، لكن حقيقة الكل يستغرب صوت المعلومة سواء كان جبهة الدول العربية أو حتى الاتحاد الأفريقي حتى الاتحاد الأوروبي وحتى المجلس الأمن الذي أصدر عدة قرارات عدم تدخل الدول في الشأن الليبي وحتى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولكن للأسف يكون شاهد السفن والطائرات سواء أو حتى من عدد من السيارات التي يتم وجودها إلى المجموعات المسلحة حتى الآن، ولكن الآخر الأهم هو حتى على الممتلكات. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد مالك الشريف الكاتب الصحفي الليبي من بنغازي، شكرا جزيلا لك.